كمان المبيدات الحشرية أثرت على طيور صديقة الفلاح زي طائر اسمه أبي قردان زي اللي شايفينه في الصورة دلوقتي. هما بينقوا التربة الزراعية من الحشرات ومن الآفات والديدان اللي موجودة الضارة بالتربة الزراعية، فالمبيدات الحشرية الكتير أثرت عليهم وبدأت تقتل جزء كبير منهم، فده كمان من أضرار إيه؟ المبيدات الحشرية. دلوقتي هنتكلم عن الآثار السلبية في البيئة الصناعية. البيئة الصناعية بتلوث الهواء، ليه؟ زي ما احنا شايفين الأدخنة اللي طالعة من المصانع، فبيبقى فيها غازات بتضر بالهواء وتلوثه، فتأثر على على الإنسان. ده مش بس كده، دي كمان بتعمل تلوث في مياه الشرب. طب ازاي بقى بتعمل تلوث في مياه الشرب؟ هقول ان مخلفات المصانع بيرموها في مياه النيل، والمخلفات دي يعني بتبقى ناتجة من الصناعات اللي صنعوها جوه المصانع، وممكن المخلفات دي تكون سائلة زي ما احنا شايفين كده، وممكن تكون صلبة، يعني بيرموا حاجات صلبة، ممكن تكون غازية. وبيعملوا ايه كمان؟ في حصل زيادة تلوث بالمدن الصناعية، لأن المدن الصناعية فيها ازدحام كتير قوي وتعدد وسائل النقل والمواصلات، زي ما احنا شايفين كده العوادم بتاعت وسائل النقل والمواصلات، فدي بتعمل تلوث في المدن الصناعية. ومش بس كده، ده كمان بيشيلوا المساحات الخضراء، بيعملوا لها إزالة. ازاي؟ اهو إزالة مساحات واسعة من الحدائق والمساحات الخضراء، زي ما احنا شايفين المساحات الخضراء اهي بدأوا يعملوا لها زي إزالة لحد لما ما يبقاش في عندي مساحات